السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الطلبات أولى ثانوي، معكم مستر محمد شعبان وأنت على قناة فرنساوي الثانوي مع مستر محمد شعبان. لو أنت ما رش في القناة أنصحك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، ولو أنت ما رش في القناة ممكن تخش على قوائم التشغيل هتلاقي قائمة اسمها أولى ثانوي الترم الثاني، هتلاقي فيها الفيديوهات بالترتيب ورا بعضها، وخش وشوف أي فيديو أنت عايزه من أول شرح الكلمات لشرح القواعد على السبورة لحل الامتحانات لحد ما وصلنا النهاردة للامتحان رقم 14 من امتحانات المحافظات. ان شاء الله النهاردة يا شباب هنحل 3 امتحانات. قبل ما نخش على اول امتحان هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجة عندنا الوثيقة بتقول جومابيل مها، انا اسمي مها، جي سيزون، انا عندي 16 سنة، جوفي او ليسي دي دمياط، انا بروح مدرسة دمياط، جو سوي اون بريمير يعني انا في الصف الاول في اولى اول، يعني ما كلاس اي جروند، فصل يكون كبير، اي بيوند رينجي مرتب، اللي دي فولو بيرو دي ديريكتير، انه امام المكتب بتاع المدير، دو ما كلاس في فصلي، اليا انتي اني، يوجد سبوره رقميه تفاعليه، ام بيرو مكتب، دي شيز كراسي، دي طابل، دي كاك، ان كارت جيبت و خريطه مصر، النيابه دورديناتير، لا يوجد كمبيوتر. اول سؤال بيقول دالا كلاس دي ماها النيابه دورديناتير، لسه قايلينها. لا كلاس دي ماها ايه؟ الفصل بتاع ماها يكون ايه يا شباب؟ هي قالت ان هو مرتب وكبير يبقى اردنين. ماها نوت او، ماها عندها كام سنه؟ عندها 16 و16 يعني سيز. ماها عبيط، ماها بتسكن فين يا شباب؟ قالت ان هي بتسكن في دمياط، ودمياط دي موجوده في مصر، اون ايجيبت. الوثيقه الثانيه يا شباب عباره عن حوار بين سلمى ومنى. سلمى بتقول بونجور كيل اكتيفيتي ايم تو فير، اي انشطه تحبي انت تفعلي؟ قالت لها السبور، جيم بكول وفوت، انا بحب قوي كره القدم، وتوفي تسب ودفوت، اين انت تمارسين كره القدم؟ استاد دي دمياط، في الاستاد بتاع دمياط، كوند اي افيك كي، متى ومع مين؟ شاك وي كوند افيك ميكوبين، كل اسبوع مع صديقاتي، كي اي تون جوي بريفيري، من يكون لاعبك المفضل؟ محمد صلاح اي مون جوير بريفيري، محمد صلاح يكون لاعبي المفضل. منافا استاد افيك، بتروح مع مين؟ مع سيكوبين، مع صديقاتها. منافا استاد، منى بتروح الاستاد يوم ايه؟ قالت لها شاك ويكوند، كل يوم عطله، يبقى لو فوندريدي، يوم الجمعه. منى ام جوي بتحب تلعب اوفوت، كره القدم. لدو في بار، بيتكلم عن ايه يا شباب؟ بيتكلموا عن الانشطه المفضله، اكتيفيتي بريفيري اول واحده. المواقف يا شباب، تون امي تو دوموند، صديقك بيسالك تا ماتير بريفيري، عن مادتك المفضله، كيسكو دي، ماذا انت تقول؟ جو بريفير لي لونج اترانجي، انا افضل اللغات الاجنبيه. وهتقول ايه تاني؟ جيم لو فرنسي، انا بحب الفرنساوي. تو ديكري لو فيزيك دي تون كوبا، انت بتوصف الوصف البدني لصديقك، كيسكو دي، ماذا انت تقول؟ قال لك الوصف الفيزيك البدني، يبقى لي بلوند هو اشقر، وهتقول مون كوبا اي جروند ايمانس، صديقي طويل ونحيف. رقم 11 تو بارلي دي زوبجي دو سي دي، يعني انت بتتكلم عن الاشياء اللي موجوده في السي دي اي، ماذا انت تقول؟ اليا دي زاتلاس واليا دي ديكسيونير، الاثنين ورا بعض. رقم 12 تو بريزونت لو فرير دي تون بير، انت بتقدم اخ ابوك، كيسكو تو دي، ماذا انت تقول؟ هتقول اخو ابوك يبقى عمك، اخو ابوك يبقى عمك، يبقى هتقول ايه؟ سي مون اونكل، انه عمي، و سي لو فيس دي مون جراند بير، انه ابن جدي، كده صح. رقم 13 يا شباب، فرانسوا امال نوا جينو، جينو اللي هي الركبه وهي مفرد مذكر تاخد ايو. اكتيفيتي بريفيري اي لو ديسا، اكتيفيتي مفرد مؤنث تبدا مبدوء بحرف متحرك، تعمل معامله المذكر يبقى مون. اون نوات بيان، اون بيساوي الايل، يبقى صرف الفيرب مع الايل، يبقى اون اتيديبيا، نحن نذاكر كويس. اون نوت كلاس اتي، كلمه كلاس مفرد مؤنث تاخد كل، اون كل كلاس، في اي فصل تكون انت. نو لا، جي نوت فتخ، انا معايا قلم سبوره، كلمه فتخ مفرد مذكر هتاخد ان، كل الاقلام يا شباب مفرد مذكر.
الى انفرير ال، عايز اخد ضمير توكيد ليها طالما النقط بعدها فاصله كده وبعدين ضمير، يبقى هنا عايزك تاخد ضمير توكيد للضمير اللي موجود هنا. ضمير التوكيد بتاع ال هو لوي. رقم 19 جوفي او سي دي اي نوات شير شي ديزانفورماسيون، انا اذهب الى السي دي ابحث معلومات، هيبقى ايه؟ لكي، لكي فين يعني بور. بعد كده يا شباب سؤال الايميل بيقول سالو مرحبا كونتو فا او كليب، متى انت تذهب الى النادي؟ افكي مع مين؟ كيسكتو في او كليب، ماذا انت تفعل في النادي؟ هقول جوفي او كليب لوي كوند، بروح النادي يوم العطله. جوفي افيك ميزامي، بروح مع اصدقائي. ماذا انت تفعل؟ هقول جوفي دو فوت، انا بلعب كره قدم. اللي الموضوع يا شباب بيقول ديكريتون ليسي، اوصف مدرستك من ناحيه ديسكريبسيو الوصف، بارتي الاجزاء اللي موجوده فيها، نمبر دي بروفيسور عدد المدرسين. وهسيب لكم في علامه الاي فوق لينك لفيديو في اهم اسئله المقال للترم الثاني ان شاء الله. بعد كده يا شباب امتحان التابلت مايو 2019، الامتحان رقم 15 بيقول بونجور، صباح الخير مواسي سامي، انا سامي جي سوي زيليف وليسي السلام، انا طالب في مدرسه السلام جي دي كوبا، انا عندي 2 اصدقاء ماريو وسمير. ماريو سيزون عنده 16 سنه، اليم لتمليمات، هو بيحب الرياضيات، الي انتليجون هو يكون ذكي. سمير ديسيتو، سمير عنده 17 سنه، الا دور السبور هو بيعشق الرياضه، الديتست لو فرنسي بيكره الفرنساوي، الي تيميد هو خجول. موا جيم لو فرنسي، انا بحب الفرنساوي. مي لكن جونين بالي سيونس، انا لو احب العلوم. جي سوي سوسيابل اي اوردوني، انا اكون اجتماعي ومنظم. سامي نوت، سامي بيعمل ايه هنا؟ بيوصف فصله ولا بيقدم نفسه بيقدم اصدقائه؟ اكيد هي بيقدم نفسه بيقدم اصدقائه. رقم 2 سمير ايه؟ سمير يكون، سمير يكون ايه يا شباب؟ هو خجول، اليه تيميد. ماريو ايه؟ ماريو بيحب ايه يا شباب؟ بيحب الرياضيات، يبقى لمات. سمير، سامي دي تيست، سامي بيكره الفرنش يبقى لو فرونسي. الوثيقة التانية يا شباب عبارة عن ايميل مبعوث من توماس الى مارك، الموضوع مش مكتوب. سلو مرحبا اجوردوي النهاردة جي ان كنترول دي مات، انا عندي امتحان رياضيات الساعة 10، جنين بالي مات، انا مش بحب الرياضة. اون زير الساعة 11 عندي علوم جي سيونس، اللي هي ماكوبين نابا اونجلي، ليا صديقاتي ما عندهاش انجليزي. الفا او سي دي اي افيك جولي، هي بتروح السي دي اي مع جولي. اي لوسي اميدي ظهرا لتروكو بين فو او سيلف، الثلاث صديقات بيروحوا المطعم المدرسي. اينير الساعه واحدة، جولي فا على بيبلوتيك، اي لوسي ان كور دي سبور، الساعه واحدة جولي بتروح المكتبه ولوسي عندها حصه رياضه، رياضيات يعني، العاب يعني. توماس ديكري، توماس بيوصف ايه هنا يا شباب؟ بيوصف ايه؟ سا جورني اسكلير، يعني يومه الدراسي. توماس كنترول عنده امتحان رياضه. كنترول الساعه كام؟ ديزير الساعه 10. اميدي جوليفا، اميدي جولي هتروح فين يا شباب؟ هتروح المكتبه، يبقى لا بيبليوتيك. توماس ديتست، توماس بيكره ايه؟ بيكره الرياضيات، يبقى ليمات. المواقف يا شباب تو دوموندا تو ناميسو كيليا دون سا كلاس، انت بتسال صديقك ماذا يوجد في صفي فصله، ماذا انت تقول؟ هتقول له ايه؟ كيس كيليا دون تا كلاس، ماذا يوجد في فصلك؟ وهتقول له كيل اوبجي تو دون تا كلاس، ما هي الاشياء اللي موجوده في فصلك. رقم 10 تو دوموندا تو نامي دي ديكري سول ليسي، انت تطلب من صديقك ان هو يوصف مدرسته. كيس كيل دي، ماذا هو يقول؟ مون ليسي اي جروند، مدرستي تكون كبيرة وحديثة. وهتقول دون ما ليسي، في مدرستي اليا دو تراند سبور اي ان سي دي، يوجد 2 ملعب رياضي و سي دي اي مركز وسائط متعددة. رقم 11 تو دوموندا تو ناميسا ماتير بريفيري، انت بتسأل صديقك عن مادته المفضلة، ماذا هو يقول؟ هيقول لي اس في تي سي ما باسيون، العلوم تكون شغفي او الحاجة اللي انا بحبها يعني، وانا بحب قوي الفرنساوي. رقم 12 يا شباب تو دوموندا تون كوبالير، انت بتسال صديقك عن الساعه، كيسكو تي دي، ماذا انت تقول؟ هتقول له تو الير، انت معاك الساعه، يعني الساعه كام، وكيليريتيل، وما هي ما الساعه، ما تكون الساعه.
سؤال القواعد يا شباب. اليابا نوع جيمناز، هنا طبعا المصطلح اليا منفي يبقى هنحول يبقى اخد دي او. تو ان وات اير دي مات لومر دي، انت لديك كم ساعه رياضه يوم الثلاث؟ يبقى كومبيان دو. ماتير تو بريفير، ماده انت تفضل، اخد كل مفرد مؤنث عشان ماتير مفرد مؤنث، اي ماده انت تفضل. سوبراسيلي اي اتامير، سوبراسيلي اي امامير، هذه الحظاظه تكون الى والدتي بتاعت ماما. وي سي تا نوت، هي تكون لها، عايز اخد ضمير توكيد عايد على الام مفرد مؤنث يبقى ايل. دوم ما كلاس، في فصلي اليانوات تابلو، كلمه تابلو مفرد مذكر تاخد ان. فواسي منى، ها هي منى. امي دو ليسي، كلمه امي مفرد مؤنث تبدا بمتحرك يبقى تعمل مع مفرد المذكر يبقى من، من امي دو ليسي. رقم 19 يا شباب، ايه لا تغوس، تكون المقلمة، يبقى هقول ايه، اكي اكي تكون المقلمة، الى من تكون هذه المقلمة. بعد كده سؤال الايميل بيقول لك كيسكو تو ام اولي سي، ماذا انت تحب في المدرسة؟ كل جور تو بريفير، اي يوم انت بتفضل. اكالير تو اريفو لي سي، في اي ساعة انت تصل الى المدرسة. هقول ماذا انت تحب في المدرسة، هقول جيم لو سي دي اي، انا بحب السي دي اي. وهتقول اي يوم انت انت تفضل، هقول جو بريفير لو ماردي، بفضل يوم الثلاث. في اي ساعه تصل انت الى المدرسه، هقول جاريف او ليسي ا ويتير، انا بوصل المدرسه الساعه 8. بيقول لك ديكري تا كلاس، اوصف فصلك، عدد التلاميذ والالوان والاشياء. تمام يا شباب، هتلاقوا برضو في الفيديو اللي في وصف الفيديو ان شاء الله، اللي هو خاص باسئله المقال بتاع الترم الثاني. بعد كده يا شباب الامتحان رقم 16، امتحان التابلت مايو 2020. بونسوار مي كوبا، مساء الخير يا اصدقائي. جو مابيل كريم، انا اسمي كريم. جي كان زو، انا عندي 15 سنه. جي سوي اون بريمير اني، انا في سنه اولى. ما كلاس اي ايديال، فصلي يكون نموذجي. الي جراند اي رونجي، هو يكون كبير ومرتب. اليا فان اي سانك اليف، يوجد 25 تلميذ. شاك اليف ان اورديناتير، يعني كل تلميذ لديه كمبيوتر. اليا ان كارت دي فرانس، يوجد خريطه لفرنسا. اي ان كارت دي جيبت، وخريطه لمصر. سي لو بيرو دي بروفيسور، على مكتب المدرس. ال ان اسكاليت، يوجد هيكل عظمي. اي ان بوتي جلوب تريستر، ومجسم كره ارضيه. اول سؤال بيقول كريم ديكري، كريم بيوصف ايه؟ ساكلاس، الفصل بتاعه. لا كلاس دي كريم نيبا، الفصل بتاع كريم لا يكون ايه؟ لا يكون صغير، عشان هو قال ان هو كبير فوق. ده لا كلاس في الفصل. اليا يوجد فان سان كوردناتير، 25 كمبيوتر. ليه؟ عشان هو قال لك ان هو في 25 تلميذ وكل تلميذ عنده كمبيوتر، يبقى يوجد 25 كمبيوتر. كريم بارلا اسيكو با، بيتكلم لهم امتى؟ لو سوار، عشان هو قال لهم في الاول بون سوار. الوثيقة الثانية يا شباب، بونسوار مي كوبا، مساء الخير يا أصدقائي. جو مابيل بول، أنا اسمي بول. جي سي زو، أنا عندي 16 سنة. ما كلاس إي سبير، فصل يكون رائع. إليا ترونت ليف دان ما كلاس، يوجد 30 تلميذ في فصلي. كانز أورديناتير، 15 كمبيوتر. أن سكيليت، هيكل عظمي. إي تي إي أن تي إن إي، وسبورة ذكية. لي بروفيسير أو أن بيرو، المدرسين لديهم لديهم مكتب. النوزد، هم يساعدوننا. توت لا كلاس، كل الفصل. ام لي كور دي فرانسي، بيحبوا حصص الفرنساوي. وناتر وكور بارسمين، عندنا 3 حصص في الاسبوع. لو بروفيسور دي فرانسي ا دي سي دي، عنده مدرس الفرنساوي عنده سيديهات. اون ايكوت دي شانسون اي دي ديالوج، احنا بنسمع اغاني وحوارات بالفرنساوي. بور موا، بالنسبة لي جو ديتست لي كور دي مات، أنا بكره حصص الرياضيات. بول ديكري، بول بيوصف إيه يا شباب؟ بيوصف الفصل بتاعه. بول نيمبا، بول ما بيحبش الرياضيات. بول آنوات، عنده كام سنة؟ عنده 16 سنة، يبقى سيز. لبروفيسور دي بول سون سامبا، يكونوا لطفاء. رقم 9 يا شباب، تو دوموند اتون كوزا، انت بتسال ابن عمك. دو ديكرير سون ليسي، ان هو يوصف المدرسه بتاعته، ماذا انت تقول؟ هتقول له
كومو اي تونلي سي، كيف تكون مدرستك؟ وكيسكيليا دون تونلي سي، ماذا يوجد في مدرستك؟ رقم 10 تاكوبين دي كلاس، صديقتك في الفصل تودموند تطلب منك تدونتيفيي لورديناتير ان انت تعرفي الكمبيوتر. ماذا هي تقول؟ ماذا هي تقول؟ هتقولي ايه؟ لورديناتير سيكوا، الكمبيوتر يكون ماذا؟ ولورديناتير كيسكو سي، والكمبيوتر يكون ماذا؟ رقم 11 تامير تو دوموند، والدتك بتسألك كونتو ا او بي اس، متى انت لديك حصة العاب؟ كيسكيل دي، ماذا هي تقول؟ كل جوغ تو ا او بي اس، اي ايام انت لديك تربية بدنية؟ و هتقول لك اكالير، في اي ساعة انت لديك او بي اس؟ تود موند اتونكوبا دي كلاس دي دير سون ان بلواد توم، انت بتسأل صديقك في الفصل ان هو يقول وقت، ان هو يقول جدول حصصه. كيسكو تي دي، ماذا انت تقول؟ كلمة تير تو لو ماردي، اي مواد انت لديك يوم الثلاث؟ وهتقول له كاليتون ان بلواد توم، ما هو جدول حصصك؟ اليا نوات كاي، كلمة كاي مفرد مذكر تاخد ان. نوات تو دونتون ساك، انت لديك في شنطتك، يبقى كيسكو ماذا؟ ايسو ليفر، يكون هذا الكتاب اكي الى من؟ رقم 16 طابل اليا دونتا كلاس، طابل يبقى كومبيان دو، كم دكه يوجد في فصلك؟ 17 ايتا شانسون بريفيري، تكون اغنيتك المفضله، كلمه شانسون مفرد مؤنث تاخد كل. سيسولي ماجازين دي طافوازين دي كارتيير، يعني هذه تكون المجلات بتاع جارتك في الحي. وي سيسون انوات، هذه تكون بتاعتها، عايز اخد ضمير توكيد عايد على جارتي في الحي، مفرد مؤنث يبقى ال. سولي نوم، تكون اسماء صديقاتك في الفصل، طبعا هنا هاخد على كلمه لينوم، لينوم دي مفرد جمع ومذكر تاخد كل. بعد كده يا شباب سؤال الايميل بيقول كل جور تو فالا بيبليوتيك، اي يوم انت بتروح لمكتبه القراءه؟ افيك كي، مع مين، ايه بوركوا، ولماذا؟ هقول جو في على بيبليوتيك، انا بذهب الى مكتبه القراءه لو ماردي يوم الثلاث. جو في افيك ميزامي، انا بروح مع اصدقائي. بوركوا هقول جو في على بيبليوتيك بور لير دي رومان، لكي اقرا روايات. ديكري تا كلاس، ولسه عاملينه من شويه. وبكده الحمد لله يا شباب نكون خلصنا حل 3 امتحانات من امتحانات المحافظات. اتمنى يا شباب ان تكونوا استفدتم، ولو استفدتم لا تبخلوا ان تضعوا لايك للفيديو وتشير لكل اصحابكم عشان الكل يستفيد، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.